شكرا سيد الرئيس، السيد الوزير، السادة والسيدات النواب المحترمين. بالفعل نثمن الجهود التي تقوم بها الحكومة من أجل فتح هذه البنوك الإسلامية نظرا للدور ديالها المهم في الجانب ديال الاستثمار، ولكن في المقابل نطالب بتسريع هذه الوتيرة لإصلاح النظام البنكي المغربي حتى يستجيب بالفعل لهذه التطلعات ويسمح بفتح أو إنشاء بنوك إسلامية مستقلة على البنوك التقليدية. ونعتبر أن التأخر في هذا المجال ضيع على بلادنا واحد الأموال، واحد المجال، واحد الفرص ديال الاستثمار اللي هي مهمة. وبالتالي فالاستثمار في هذا الجانب أو تشجيع هذه البنوك الإسلامية له اعتبارات كثيرة، منها أولا الاستجابة للتطلعات ديال واحد نسبة مهمة ديال المواطنين وخاصة المستثمرين منهم اللي تيمتنعوا على التعامل مع البنوك التقليدية نظرا للتعامل ديالها بالأمور الربوية. ثانيا أنه هذا الجانب سيجلب علينا واحد الاستثمارات أو يجلب للبلد ديالنا واحد الاستثمارات اللي هي مهمة سواء من الداخل أو من الخارج، وخاصة بالنسبة لدول اللي عندها سيولة تحتاج فقط بالإضافة للاستقرار اللي تعرفوا البلد ديالنا، تحتاج إلى نظام بنكي يستجيب إلى تطلعاتها، اعتبارا كذلك أن هذه البنوك الإسلامية تميزت بالمناعة بالنسبة للأزمة المالية اللي عرفها العالم، الأزمة المالية العالمية، خاصة أن الجنتبال الثالثة أوصت البنوك التقليدية بضرورة تنقية رؤوس أموالها من الديون، والبنوك الإسلامية تقوم على هذا الأساس أن رؤوس مالها هي من المساهمات ديال المستثمرين ومن الودائع ديال المستثمرين واللي هي قابلة للربح والخسارة. كذلك أن هذه البنوك الاستثمارية أن هذه البنوك الإسلامية هي شركات استثمار حقيقي وليس استثمار مالي، بحيث أنها تقوم بمشاريع استثمارية في البلدان التي توجد فيها في كل ما يتعلق بالتنمية المحلية والأولويات ديال البلد في المجال ديال الصناعة والتجارة والصناعة وكذلك الفلاحة، بالإضافة إلى المجالات الاجتماعية كالصحة والتعليم. وبالتالي فضرورة التعجيل بهذا الأمر والتعجيل بجلب هذه الاستثمارات لمصلحة بلدنا. شكرا.